تشكيلة الخضر اللاعب رقم 8 تاع المغرب وداحي. وداحي عندنا واحد عندنا بالنصر عندنا واحد لنا واحد بالنصر ما قال لا 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 بالنصر مع الجزائر ايه ايه دكور لاعب مغربي تمنيت هكا مثلا يلعب تو في تشكيلة المغرب حبيته مرة يلعب مع الجزائر ما لا نوفال جينيرال ان شاء الله ما نجم نجاوبك لا لا هذا الجديد هذا مش نعرفهم كامل لا لا انا نحب بدر بانون بدر بانون اللي يلعب في البطولة القطرية في فريق القطر القطري تمنيتو يكون جزاء ما كان حتى جوا بون انا المروك ما عندي حتى بون الفوتبول ماروكان ما جينيرالمون ما تبعش الفوتبول ماروكان سفيان بوفال حكيمي اشرف حكيم ربي ما عندي حتى نيدي مغربي كاين حكيم زياش مالوك خوتنا وحبابنا واللي جيوا تاعهم معنا كيف كيف كي يربحوا ما كي يربحنا حنا ويخسروا ما كي يخسرنا حنا هذه هي مزراوي انا حبيت ما كاش